حاسه الفرق في اللعبه اللي هو لا الفيتنس نفسه هناك بيهتم بالموضوع قوي. احنا تقريبا كان كل يوم عندنا فيتنس الصبح، يبقى الساعه 6 الصبح بيبقى ساعه مثلا ولا حاجه، فكانوا بيهتموا بالفيتنس قوي وموضوع منظم. يعني احنا مثلا لو عندنا تمرين ساعتين هو التمرين ساعتين، مفيش بقى جو اقف اشرب ميه نص ساعه والحاجات اللي احنا بنعملها هنا دي، لا هو التمرين ساعتين ويبقى مثلا الدريل ده مثلا ربع ساعه، فماشي هو الربع ساعه هنقعد نعمل دريل ده، الدريل ده مثلا نص ساعه فهنقعد نعمل نص ساعه، فبتبقى كل حاجه منظمه هناك قوي، فبقى التمرينه تمرينه بنتبهدل فيها. هنا بحس الموضوع بيبقى اللي هو لا بناخد وقت بقى نشرب ميه وندلع بره شويه والحاجات دي، فلا يعني الموضوع بره منظم اكتر. كل مره كانوا بيكلموني انا كنت على طول بنزل، يعني مرتين اللي كابتن ايهاب كلمني فيهم انا نزلت لعبت معاه. لعبت 2019 لعبت معاه التصفيات ولعبت معاه افريقيا. المرة التانية لعبت مع التصفيات، بس هي مشكلة التانية أفريقيا جت في وقت كانت دراستي هتبدأ فيه وما كانش ينفع أخد أي حاجة أونلاين، فكان لازم أسافر الجامعة. كان قال لي إن هو ممكن مثلا أروح الجامعة شوية وبعد كده أبقى أنزل لهم على البطولة، بس كان الموضوع هيبقى صعب قوي إن أنا الكلاسز دي كان لازم أحضرها، عشان كمان الامتحانات بتاعتي كانت بتبقى في الكلاس ذات نفسه ما ينفعش اخدها اونلاين، فكان صعب قوي ان انا اروح البطوله وارجع تاني الجامعه. فاعتذرت للكابتن ايهاب عن البطوله دي قبليها باسبوعين، يعني انا كنت بحاول ان انا اروح بس قلت له في الاخر ان انا مش هينفع وكده. حاسه هو الفيتنس ده احنا محتاجين يبقى عندنا فيتنس كويس قوي. احنا مهاريا احنا بجد عندنا ناس كتير قوي كويسين. احنا مثلا في المنتخب في 6 مثلا سافروا امريكا، فدي حاجه كبيره قوي. فهو مشكله مش في مهارين، هي مشكله بان احنا الفتنس بتاعنا بالنسبه لبتوع افريقيا لا احنا بعيد شويه جسمانيا، لا احنا ضعاف شويه جري، لا هم اسرع، فالموضوع ده المفروض تقريبا يتحسن عندنا اكتر. ايوه لا والله عامه انا لما اتفرجت انا كنت بتفرج عليهم وانا في الجامعه، فهو الموضوع بجد هو ضرب قوي، وكمان في افريقيا التحكيم بيبقى صعب، فهو لا احنا جسمانيا بيبقى صعب قوي مع بتوع افريقيا. ثانيا بقى مثلا المدرب بيبقى معتمد مثلا على 7 طول البطوله، فطبعا ال7 دول خلاص كفتنس هم خلاص مش قادرين يكملوا ويقوحوا في الضرب ده والجري ده طول البطوله، فالموضوع بيبقى صعب قوي. انا حاسه اللي هو السنتين اللي فاتوا ابتدى يبقى فيه اكتر من فرقه بتنافس على البطولات في مصر، يعني مثلا السنه اللي فاتت مصر التامين كسب الاهلي مره، هليوبلس كسب سبورتينج، فلا فبقى في كذا فرقه يعني بيخبطوا في بعض، فعشان كده حاسه اللي هو السنتين اللي فاتوا ابتدى يبقى في الناس ابتدت تهتم باللعبه بالباسكت في السيدات السنين اللي فاتت السنتين اللي فاتوا.